اوكي سمعوا سريع عشان حتى ما اشتريت فطور اليوم. اليوم منامة وين مريضة. اليوم اللي نفطر في بيتي دائما تمرض وين تطيح فجأة. فبنصحكم على السريع عشان اروح اشتري اشياء باقية. جماعة اوكي هو ما نصيحة يعني يمكن يكون نصيحة. اذا انت كنت ما ملتزم والتزمت اوكي مثلي يعني لا تورط من كل يوم نصائح. انا عارف اني قاعد انصح هذه الفتره واجد لكن حقيقي والله اذا بتنصح شخص ما مهتدي شخص في ضلال نصحه باسلوب يعني نصحه باسلوب حلو يعني مثلا ما يستوي انت تروح تنصح واحد من إيه انت غبي بتموت معفوه والله دخناه فتحت باكيت اثنين ورا بعض لا تنصحني كذاك انصحني بشكل حلو يعني تعال قل لي اقول لك مثلا شوف مثلي تو اسمع اسمع مثلا سمعته يا اخي انت كيف يعني وش تحس في الدخان هذا اول بدايه كيف تفتح معاه يوم تدخن وش تحس والله كاك يعني فيلينج يدور راسي معموم والله زي وش رايك تودر كذاك يعني فهم تخلى هذه الدخل يعني ما يستوي انت يا اخي انت غبي انت لا لا مثلا مثلا فهمتوا يعني يوم تنصح انصح باسلوب حلو مثلا اغلب ما اغلب واقدين يعني يوم ينصح واحد ما يصلي يقول له انت كيف عايش تكاك من دون صلاه انت راح نار 200 والله احجز لك ايه ما طياره انت مجنون انت يوم كذا ما بيصلي يا اخي نصيحه أصلاً. الصلاه تعرف وش يقول لك خلينا نصلي هذا افضل نصيحه والله. يعني بس يقول لك خلينا نروح نصلي ولا طالعين مع بعض نوقف مسجد يتعلم الشخص لك تكلمه لا والله يسفك شوف معروف هذا حتى يوم تكلمه قل له برو مثلا انت امورك ما طيبه لا فهمتوا فهذا اللي اريد اوصله يوم تنصح شخص نصح باسلوب حلو تعال بالزين ما هذا الاسلوب الاندفاعي هذا اكبر اسلوب غلط ولا وين واحد بس ينازع انت غبي اب مثلا انت اب ما ينفع انت تنصح ولدك بالصريخ والله ما والله العظيم بيعاندك وبيسوي شيء المره الاولى والثانيه وحتى اذا تدقوا كيف ما تصلي بتروح نار وما عرف مو تصرخ لك حقيقي ما بيصلي وبيروح نار خلاص هو يريد فهم فانت كلمه باسلوب واحد تعرفه مثلا يدخن يشرب شله في صوب ويوم تنصح واحد في غلط شله في صوب لا تنصحه قدام ملايين قدام ناس شوف اعطيكم مثال هذا شوفه احمر ما يستوي ما يستوي ما يستوي هذا اكثر طريقه غلط حتى مره ثانيه بيحاول يتجنبك فهمتوا او يعرف مثلا في عزيمه انت جاي والله ما يجي والله ما يروح صح صح ولا لا صح. يوم تنصح شله في صوب واحده شفت انت سوى غلط لا قل له ليش كذاك معفمو افتح له موضوع زين ما مثلا شوف لابس جينز اعطيكم مثال يفتح له يضرب مثال فيك قدام ناس انت شكلك كبيض ما حلو فهمتوا نصحه زين شله كذا في صوب كلمه وحتى يوم تنصحه قل له وش رايك تغير اسلوبك مثلا وش رايك تقرب تصلي شوف حياتك كيف بتصير في واجد اساليب فهذا اللي اريد اوصله لا تملخ ايوه ما كل يوم كل ما تشوفه نصيحة كل ما تشوفه نصيحة صح والله ما بيسمعك بيسفك وحتى ما بيعور راسه والله فهمتوا هذه النصيحة أخ وبس وحتى أنت أبواق تنصح شوي خفف ترى تكون ورمت مثلي ما آخر ساعة أنا أحب أخفف شبابه لأن راجع من عمره بعرف أخي ذاك التأثيرات أسبوع بس الأخ جنان تقول وين أنتوا رجال ما فيكم خير وين يوم واحدة وتقولوا كذا مسكينة تيتان كل يوم تطبخ وين لكم أكلات أنواع وأشكال كل واحد أحلى من الثاني ربي يعطيها الصحة والعافية مرضت مرة قلت عاد ما سوت لي أنتوا كذاك بتروحوا النار ما فيش إيه العلاقة الله صح ترى زين مرضت ثلاث مرات في رمضان هذا بس يوم نفطر في البيت عاد كل يوم بس يطلع لها عذر ما ينفع الأخ نقطة وين يقول شكرا سويت سكيب زين ما مشكلة سوي سكيب اليوم النصيحة ببلاش بكرة بفلوس كذا كم تقول يوم تجلس تتكلم تقول اليوم خبرتكم هذا ببلاش بكرة بيكون بفلوس معفمو ما حد بيدفع فترى هذا النوع اللي قاعد سوي سكيب هو اللي يجي هنا يروح يدفع أوين فلوس أوين داخل مظاهرة أوين محاضرة أوين ما الدكتور أوين
في الزوم. ايوه زين، بس هم انا اخبر نحن وش مشكلتنا. يوم تشوف واحد لابس مصار وقاعد ينصح يضربوه سكيب، يا غيبه كذاب. اول ما اشوف واحد لابس بدله او غتره وعقال والحلاقه محضره، ايوه هو هذا صح وين. ما له علاقه والله العظيم، حلفوا انكم ما كذاك او عشان تعماني لا يعني وين ما عشت واجد امورك ما طيبه. خلي يجي واحد بس مغتر ويركضوا وراه والله اي شيء يقول له في المحاضره، والله صح والله والله تصرخ من بعيد ترى ما بيتزوج اشياء غبيين. سووا سكيب والله نصايحي ذهب. بلاش بلاش يا اخي والله لو تعرفوا كم واحد يتمنى يجلس معاه يسمع مني. هذا واحد من شوف ورا فاضي ما حد باغي. الاخ E7J5 تقول انزين ابن المشكله اللي يجي نصحك اولادهم اخس واخس. والله العظيم صدقتي في هذا الكلام. وشوفي هذا كله لينكد، هو صح ملتزم كل ساعه ينصح ولده انت ليش كذاك، ولده لا للواين والله العظيم تاتو من داخل فل يدخن كل شيء يسوي يعني اي ذنب. تحسني اكذب رمضان حركه اليد لا 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 شكل هذا اللي سكيب هو اللي يقول لك لا تنصح. المهم المهم والله حقيقي دائما اللي اولاد يعني اللي نصحوا زينين اولادهم لا ما تفهم تحس كذا ذنب يمشي كذا والله العظيم ويل ابو لهب ويل حقيقي. فانا دائما اقول لكم قبل ما تقصد نصح اولاد ناس شوفوا اولادكم اول، قبل ما تشوف غيرك شوف نفسك شوف بيتك شوف نفسك دائما ننصح نفسك قبل الادب وبس وباي. والله انا حتى المفروض انصح نفسي مع اروح احلق. أذن. وتقول وين ما شاء الله بالعافية صراحة على غسل الصحون ما تاكل وتهرب نفس زواجنا. الله يعين زوجتك عليك. وين انا ما غسل صحون قالت لا انا رجال البيت كيف اغسل صحون مجانين تو